مصطفى، مرحبا بك. كيف تابعت المؤتمر الصحفي لأنطونيو غوتيريش قبل قليل؟ نعم بالفعل، يعني انتهت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إلى معبر رفح البري، وانتهى أيضا المؤتمر الصحفي. وخلال هذا المؤتمر كانت هناك عدة رسائل من أنطونيو غوتيريش إلى أهل قطاع غزة، حسبما وصفهم بأنهم يعانون من مجاعة حقيقية هي على الأبواب حاليا، خاصة في ظل النقص الشديد للمواد الغذائية والإغاثية والماء وكل أوجه الحياة المختلفة. وقال أيضا إنه جاء إلى هنا إلى رفح في شهر رمضان من أجل الوقوف مع معاناة أهل قطاع غزة. الأمين العام للأمم المتحدة أعرب أيضا خلال هذا المؤتمر الصحفي عن أن الوضع الإنساني الكارثي داخل قطاع غزة في هذه الأثناء، يتحدث عن أن الأزمة الحالية تشير إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود العالمية والأممية من أجل مزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى سكان قطاع غزة، وأيضا العمل على وقف الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. هذه هي الزيارة الثانية، وهذا هو المؤتمر الصحفي الثاني للأمين العام للأمم المتحدة من هنا من أمام بوابات معبر رفح البري، وهي رسائل جميعها تؤكد على أن الأزمة داخل قطاع غزة لابد أن تنتهي. كان اللقاء الأول والمؤتمر الصحفي الأول للأمين العام للأمم المتحدة في شهر أكتوبر أو في 20 أكتوبر من العام الماضي، قد طالب خلال هذا المؤتمر بضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبعد مرور أكثر من 5 أشهر ما زلنا نتحدث عن ضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى سكان قطاع غزة. إذن نحن نتحدث عن قرب مجاعة يعاني منها سكان قطاع غزة. انتهت هذه الزيارة، والآن الأمين العام للأمم المتحدة يغادر رفح ويعود مرة أخرى إلى مدينة العريش، ومن ثم التوجه إلى مطار العريش، وبعد ذلك مغادرة محافظة شمال سيناء المصرية. إذا ما تحدثنا عن مجمل هذه الزيارة، كان هناك أيضا لقاء للأمين العام للأمم المتحدة داخل منفذ رفح البري، عندما اجتمع مع أعضاء الوفد الأممي والبعثة الإغاثية التي تعمل داخل قطاع غزة، ولكن هنا داخل أروقة معبر رفح البري، واستمع منهم إلى كل ما يعانوه داخل القطاع والأوضاع بشكل عام. وكان هناك أيضا لقاء للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع عدد من المصابين الفلسطينيين، واستمع أيضا إلى قصصهم وحالات الإصابات، وأيضا رأيهم عما يلاقوه من خدمات طبية داخل معبر رفح من الخدمات التي توفرها لهم الدولة المصرية. نعم شكرا جزيلا لك مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح.